خير يا هند، وصباح الخير يا داليا، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة صدى البلد. بالفعل احنا في الإدارة العامة لمرور الجيزة عشان نعرف تفاصيل الحالة المرورية في شوارع والميادين الرئيسية لمحافظة الجيزة. ناخد ايه الطرق هنعرفه من خلال كاميرات الإدارة العامة لمرور الجيزة اللي هنبدأ بيها النهاردة من منطقة كوبري الدقي وشارع التحرير. زي ما احنا شايفين انه شارع كوبري الدقي اللي فوق شارع التحرير هو في سيوله مروريه في الاتجاهين، سواء اللي رايح لاتجاه شارع البطل احمد عبد العزيز او العكس اللي رايح لشارع الدقي، وايضا اتجاه القادم اللي جاي من شارع الدقي رايح البطل برضو اتجاه في سيوله مروريه. شارع التحرير من تحت زي ما احنا شايفين ايضا في سيوله مروريه سواء اللي رايح او اللي جاي، فما فيش اي مشاكل في هذا الاتجاه. لو هنروح لاتجاه اخر، ده طبعا شارع جامعة الدول العربية في التقاطع مع شارع البطل أحمد عبد العزيز. زي ما احنا شايفين برضو في سيولة مرورية في الاتجاهات كلها، اللي رايح لمنطقة ترابي أو كوبري 15 مايو واللي جاي ورايح على مناطق بولاق، وأيضا اللي متجه لشارع البطل أحمد عبد العزيز وبعد كده كوبري الدقي واللي جاي من البطل وداخل على جامعة الدول العربية. لو هنروح لاتجاه اخر وميدان اخر، وده ميدان النهضه المؤدي لجامعه القاهره، هنلاقي انه برضه في سيوله مروريه في كلا الاتجاهين سواء اللي رايح او اللي جاي من جامعه القاهره. طبعا ناس كتير بتحب تاخد كوبري 15 مايو لو انت نازل من مدينه اكتوبر ورايح على مناطق القاهره. كوبري 15 مايو في سيوله مروريه في الاتجاهين سواء اللي جاي من محور او اللي رايح للمحور، وايضا شارع جامعه الدول زي ما احنا شايفين برضه في سيوله مروريه الاتجاه اللي رايح لمناطق العجوزه في سيوله مروريه مفيش اي مشاكل، واتجاه ايضا اللي رايح لشارع احمد عرابي. اتجاه اخر وميدان اخر وميدان الجلاء. ميدان الجلاء زي ما احنا عارفين ان هو ميدان مهم بيربط بين محافظه الجيزه والقاهره، برضه زي ما احنا شايفين في سيوله مروريه كويسه جدا في كل اتجاهات ومداخل ومخارج ميدان الجلاء، فمفيش اي مشاكل في ميدان الجلاء. لكن لو نزلنا هنا عند كوبري اكتوبر، كوبري اكتوبر اتجاه القاهره بدات تظهر بعض الاحجام المروريه، فناخد بالنا ان في الساعات القادمه او الوقت القادم هيكون في كثافات مروريه عاليه في اتجاه القاهره. لكن الاتجاه الاخر القادم من القاهره متجه على الجيزه في سيوله مروريه وماشي بشكل كويس جدا. واخيرا معانا اخر كاميرتين، وده كوبري الجيزه المعدني. كوبري الجيزه المعدني هو مؤدي لشارع مراد وبعد كده كوبري عباس، فزي ما احنا شايفين في سيوله مروريه في كافه مخارج كوبري الجيزه المعدني، وده شارع الجيزه اللي بيؤدي على الهرم برضو في سيوله مروريه مفيش اي مشاكل. ومعانا كوبري عباس نفسه، كوبري عباس هو الواصل ايضا بين محافظه القاهره ومحافظه الجيزه، هنلاقي ان في سيوله مروريه اعلى كوبري عباس في الاتجاهين، وايضا نفع عباس سواء اللي راح للبحر الاعظم او القادم من البحر الاعظم في سيوله مروريه. اذا ناخد بالنا انه خلال الفتره الجايه هيكون في كثافات مروريه على كوبري اكتوبر، فناخد بالنا من هذا الاتجاه. لكن بشكل عام في سيوله مروريه، وفي الاخير بنتمنى السلامه للجميع.